سؤال 92 نعم هل يدرس رقم ولا ما عمل 26 ما حكم روس الحيوان مو هيك؟ هذا الدرس الأول بعد سنة درس 26 تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وآله ومن والاه. وبعد، سئل المؤلف رحمه الله نفعنا الله بعلومه وبكم، ما حكم روث الحيوان؟ الجواب، قال عند الشافعي والحنفي روث ما يؤكل لحمه نجس. أما في المذهب المالكي والحنبلي فروث ما يؤكل لحمه وبوله طاهر. هلأ أنتم تشوفوا طلش تبع الماعز، تلاقي بناس، انا في ناس بيروحوا من الدرس يعني بس يخلص الدرس الاول، والله هذا الدرس ايضا فيه فوائد لانه ما بيتقيد بترتيب الكتاب، فبيجيك من هون وبيجيك من هون حسب. المهم انتم تشوفوا الطلش تبع الماعز خاصه لما كنا ببلادنا، هلا ما شفته بس اكيد يعني موجود في الاطراف، يعني اطراف حنتاب موجود، فبتلاقي هي ماشي الماعز عم توصيخ. هذا الروس ما حكمه؟ قال روس ما يؤكل لحمه، الماعز يؤكل لحمه، البقر روس البقر، البقر يؤكل لحمه، روس الجمل، الجمل يؤكل لحمه، روس الخروف، خروف يؤكل لحمه. قال روس ما يؤكل لحمه عند الشافعية والحنفية نجس. طيب ما لا، طيب المذهب المالكي والحنبلي قال روسه وبوله طاهر. إن في حديث أبوال العرانيين إن شاء الله بنأتي عليها هيك، بول الإبل عند المالكية طاهر وثبت شفاؤه، يعني ثبت فوائده الكثيرة. على أي حال المذهب المالكي يبدو أنهم قاسوها، أنا ما راجعت مسألة القياس، أنه بول روس وبول ما يؤكل لحمه طاهر، معناتها في عندنا سعة مو هيك؟ يعني لو واحد بيشتغل بهالشغلة وتلوى بنقول له في المذهب المالكي، إحنا ما بنروح رأسا ناخذ بالرخصة، لكن لما إنسان بيكون يعني في حالة تماس مع هذه المصالح، اللي بيشتغل بالبرية قاعد مع النعجات، مو النعج، ايه قاعد مع النعجات، قاعد مع البقرات، قاعد مع هاي شغلته، طيب تلوت، ولا يمكن إلا أنه يتلوت، خاصة إذا في حظيرة وشغلته بالحظيرة وشغلة كبيرة، شو بقول له؟ في مذهب مالكي. تفضلنا؟ طيب المسألة اللي بعدها، المسألة هي كثير بتحتاجوها بالحياة، نعم. السؤال، سئل ما حكم بيع السماد وهو بعض روث الحيوان؟ قال لا يجوز في المذهب الشافعي، وإنما يمكن التنازل عنه عن طريق رفع اليد أو الاختصاص، أما عند الحنفية فكل ما ينتفع به يجوز بيعه. يعني مو حديث أنه اختلاف أمتي رحمة، لكن هو الاختلاف في المسائل الفقهية، والاختلاف روح يتقاتلوا تبان دولة حاصر دولة، لا الخلاف وسميه نحن اختلاف مو خلاف تبان. في سعة، يعني أنت عندك ثروة فقهية في الفقه الإسلامي صار عندك، وممكن الثروة هاي تساعدك بحياتك وين ما رحت، يعني ما عاد في ضيق، يعني كلهم قالوا ما بيجوز، صار في ضيق لما تلاقي واحد معتمد كما مو شيخ سلطان، لا مذهب معتمد من المذاهب التي تلقتها الأمة بالقبول، والله جيع. هون المقصود بالسماد بهذا السؤال، السماد يا سيدي أبو عبدو قال اللي هو يؤخذ من روس الحيوان. في عنا السماد نوعين، في عندنا السماد اللي المصنع الكيماوي الازوتي من ماده الازوت ومواد كيماويه، هذا لا نحن لا نتكلم عنه، هذا بالاجماع جائز تبانا.
نحن نتكلم عن السماء، لذلك مشان ما يصير إشكال حط بين قوسين الشيخ بعض روث الحيوان طبيعي. هل يجوز نسميه نحن طبيعي؟ على فكرة الطبيعي أفضل، الطبيعي أفضل. انتبهنا؟ طيب هلأ هل يجوز؟ عند الشافعية قال لا يجوز. طيب مع هيك في فتوى عند الشافعية قال بيقوله رفع يد، كل نجس ما بصير تبيعه، حتى الكلب عند الشافعية رفع يد. واحد علم الكلب ودربه وتعب عليه، تكلف عليه وطعمه وعلمه لحتى صار كلب صيد، إيه انت بترفع ايدك رفع عنه مقابل مبلغ، بس ما بتبيعه لانه نجس. لذلك قال لك على ويمكن، وانما يمكن التنازل عنه، يعني في المذهب الشافعي، عن طريق رفع اليد او الاختصاص. هذا اختصاصه لي فاجعل اختصاصه لك. تبانا عند الحنفية جائز، احفظوها هي مفيدة. عند الحنفية كل ما ينتفع به يجوز بيعه، كل شيء تنتفع فيه انت بجوز انك تبيعه حتى لو كان نجس، يعني بيع رمس الحيوان يجوز. نعم والله الله يرحمهم، انا بقول والله خلافاتهم رحمة، يعني رحمة لنا رحمهم الله. سؤال اللي بعده قال هل يحمل الماء الخبث اذا بلغ القلتين؟ قال اذا بلغ الماء القلتين 10 تنكات، وقيل 15 تنكة. 15 تخالف الخمسة من ثلاثة إلى تسعة. 15 تنكة. نعم. أحسن الله إليكم دكتور. الله يرضى عليك. ويكتبها مشان يعيني. وهي في المساحة ما يقارب ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا. أنت كنتك تقرأها صح، يعني ما يقارب ذراعا، هي هيك الأصل، هي مفعول به ليقارب، لكن هو كأنه حط على الحكاية هيك لتجي قوس، يعني حتى أنا لقيله أستاذنا يعني هالعلم دكتور وهبي الزحيلي، يعني بين قوسين ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا، يعني الطول ذراع وربع والعرض ذراع وربع والعمق ذراع وربع، هدول بيطلعوا 10 تنكات، مو 10 تنكات سيدنا، إذا ذراع وربع يعني هو القلتان 10 تنكات. هلا ذاكر إنه وقيل 15 تنكة، لا المعتمد إنه هي 10 تنكات فأكثر. نعم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، يعني يسمى هذا ماء كثير. طيب نحن مر معنا بكتاب الطهارة هذه المسألة، متى نحكم بنجاسة الماء الكثير؟ برفع الإيد. إذا تغيرت صفة من صفات الماء، إذا تغيرت صفة من صفات الطهارة، اللون، الرائحة، الطعام، ما حندوقه، لكن يعني اللون، الرائحة، الطعام، واحدة منهم هذول إذا تغيرها. طيب سؤال اللي بعده شيخ، السؤال هل لمس عورة الطفل أثناء تغيير ملابسه ينقض الوضوء أو ينقض الوضوء؟ الجواب عند الجمهور خلاف. إذا أخذت من نقض بصير ينقض، الفعل الثلاثي يأتي فقط الرباعي يأتي به على يعني أكرم يكرم، أما ذهب يذهب، انطلق خماسي ينطلق، استخرج يسأل. أحسن الله إليكم، تعود عليها الله يرضى عليك. طيب الله يرضى عليك يا رب. فهل ينقض الوضوء؟ تجي ينقض، لأنه أنقض ينقض ينقض. نعم قال عند الجمهور خلافا للشافعية لا ينقض الوضوء فيؤخذ برأيهم. والله ممكن لا ينقض الوضوء هو يعني، طيب فيؤخذ برأيه. هلأ احنا عندنا الشافعية مريت معنا انه ولمس فرج الآدمي ببطن كف، هذا بطن الكف شايفينه، اذا حطينا الايد على الايد كل شيء ما بيبين، هذا اسمه باطن الكف، حتى لو كان فرج الانسان نفسه، يعني هو عم يتغسل وكان متوضي فينتقد وضوءه اذا لمس فرجه. ومس فرج الآدمي ببطن كف، ومثل ذلك ما لو الأم عم تغير لولدها أو لبنتها، لا فرق يعني في المسألة. نعم فعم تغير، فبباطن الكف مست الفرج
قال ينتقد وضوءه أو ينتقد وضوء المرأة الأم يعني. طيب هذا الكلام سبحان الله عند جمهور العلماء لا ينتقد. طيب خروجا من الخلاف شو نعمل نحن؟ نتوضا خروجا من الخلاف. لكن لو إنسان يعني كان يتعسر على الناس الآن محاصرة في غزة شو نقول لهم؟ في مذهب لا ينتقد. يعني دائما بالحالة العادية أنا بأخذ بالورع، لكن لما أكون بظرف لأن هالغزة مانعين عنهم الماء يا جماعة ثلاثة شهور شلون صابضين هدول؟ والله أنا يعني اليوم سمعت فيديو إن شاء الله بنشركم إياه بعد الدرس. شخص عم يقول له غلطة 48 ما حنعيدها على راسنا أهل الأردن، هيك قال له، وعلى راسنا شعب مصر، هيك قال، لكن غلطة 48 ما حنعيدها. نحن ما منغادر أقصر طريق منسافر فيه هو نروح لعند الله. وإن حيجنوا اليهود، فكرك هذا القصف شو سببه؟ هنا بده إياهم نروح على مصر. وعم يقصفوا كمان مو بس في غزة، نحن مشغولين بغزة، أيضاً بالضفة، بدهم أهل جنين يروحوا على الأردن. انتبهنا جانين وفانين. لكن انا سبحان الله اجمل ما سمعت تقرير من احدى الصحف يعني الاجنبيه نيويورك تايم واشنطن تايمز نقلا عن مسؤول امريكي اسرائيل تتحضر لهزيمه نكراء لانه الشعب يعني ما بتقدر تقتل مليونين بالاخير ما بتقدر شو ما عملت قدرت يقطعوا 100,000 هن مليونين و400,000 نقصهم 100,000 هديت البلد بيبنوها شغلة عجيبة. هذا شعب الجبارين، هذا الشعب اللي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لعدوهم قاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون ظاهرين تبوا لآخر لحظة. قالوا أين يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال في بيت المقدس وأكنا في بيت المقدس. وفي رواية وهم بالشام، وفي رواية وأكنا في دمشق، بس نحن ما بنقولها يعني لأنه دمشق هي عمليا من أكناف بيت المقدس أو ما بنذكرها كثير يعني. إيه نعم. هلأ غزة بتبعد أقل من 80 كيلو متر عن القدس خط نظر، شو رأيك؟ أقل من 80 كيلو متر. طبعا اللي طلعنا نحن عن المسألة الفقهية، اللي طلعنا انه احيانا هذه المسائل نحتاج اليها كما يحتاج اليها اهل غزة اليوم، وما لا يدري الانسان متى يحتاج اليها. وايضا نحن لما كنا بسوريا حصار الغوطة وحصار حمص وحصار حلب وما الى ذلك. نعم خلصوا 15 دقيقة واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. دعينا شيخ وليد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام والتسليم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا اللهم علما وعملا وفهما وتطبيقا في الدين يا أرحم الراحمين. اللهم يا وهاب ألهمنا الصواب وجنبنا الخطأ والزلل والنسيان وارزقنا الإخلاص والتوفيق في كل ما ندع وفي كل ما نقول. اللهم واجز خيرا من علمنا ومن درسنا ومن ذكرنا بك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك تعلم ما لا نعلم إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم كل إخواننا المضطهدين، اللهم كل إخواننا المشردين، اللهم كل إخواننا النازحين، اللهم كن لهم سندا ومعينا وحافظا وناصرا ورازقا وفاتحا وجابرا ومؤيدا وأمينا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن له حق الدعاء علينا ولكل المسلمين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.